السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، حبيت نتكلم اليوم في موضوع شائك شائك جدا. هو ما ولاش من الطابوهات، ولكن في الوقت الحالي بالذات أصبح شوية يقلق هذا الموضوع. هو الطابو الخامس، أو كما نقولوا الناس اللي يحبوا فرنسا ويموتوا عليها. المشكل وين؟ في فرنسا ولا في الشعب الجزائري؟ هذا هو السؤال المطروح. المشكل أين؟ وين؟ فرنسا ولا في الجزائر؟ هل الشعب الجزائري هذا مؤهل لأن يفك الارتباط مع فرنسا؟ أبدا. لهجتنا وكلامنا وتعابيرنا وكل شيء عبارة عن لغة دارجة فيها شوية عربية، أغلبية فرنسية وشوية بربرية أمازيغية. هذه أولا في الحديث نتاعنا، في التعاملات نتاعنا. كي بكري كي درك، مش ما تغير الشعب؟ هو الأحسن أبدا. الشعب قوي فيه الكذب، قوي فيه التسوفيج، قوي يسرق فيه، يسرق طاق على من طاق. القوي يقهر الضعيف. إذن أين هو الشعب هذا اللي اليوم يهضر وتقول له فرنسا؟ يقولك فرنسا ولازم تخرج. يغير نفسك الربي، غير نفسك. تراك تسرق، وتسرق في الصلاة، وتسرق في الخدمة تاعك، وتسرق في مع العائلة نتاعك، وتسرق في خوك وفي بوك وفي عمك وفي بعد تنتقد انت حكومة ولا إذا استقبلت وزير خارجية فرنسي لدريان ولا إذن. إخوة الكرام، المشكل الكبير راهو في الشعب الجزائري. الشعب الجزائري صار له الحكاية نتاع الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ربي سبحانه ولا علينا فرنسا، تحبوا ولا نكرهوا. بارك الله فيكم.